بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب، أي باب تابع للباب السابق. أي نعم، باب الذي باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن. ففيه قال: حدثنا عبد بن حميد الإمام صاحب المسند قال: حدثنا روح بن عبادة من الثقات المعروفين حق أنه قال: حدثنا مالك بن أنس الإمام عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطيه إياه، فإن خيارا. فقال: واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا. البكر هو في أوائل فتوته، يعني صغير من الجمل. وأما الخيار الذي يكون قد قوي وكبر، فقال: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، يعني بدل البكر الذي هو أقل درجة، أعطه جملا من الجمل الخيار، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ومن هنا أخذ أنه إذا كان إنسان أخذ من إنسان دينا ثم أراد أن يقضيه بدون طلب الزيادة من المقرض، آتى زيادة فليس فيه بأس إن شاء الله. نعم. ولكن إذا طلب فهو الذي يكون ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. الحديث واضح. ثم قال: حدثنا باب، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أنه قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، إسحاق بن سليمان الرازي من الثقات الفاضلين، مغيرة بن مسلم القسملي عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. قال: وفي الباب عن جابر. السمح الظاهر السهل في البيع، يعني لا يكون أولا من حيث استقبال، من حيث استقبال المشتري، لا يكون عبوس قمترير، يعني كما يستقبل الأخ أخاه بوجه بشوش حشوش بالبشر والفرح. ثم بعد ذلك لا يكون يعني غليظا أيضا في البيع والشراء، كلمة واحدة بعشرة: يا أخي أعطني، يا أخي أمشي، ما نريد، الناس يفعلون. قال: امشي إذا كنت تشتري، وإلا اذهب، وإلا اذهب. فهذا في الحقيقة ليس من سيما المسلم الذي هو ينبغي أن يكون صاحب خلق حسن. ولذلك قال: إن الله يحب سمح البيع، الشخص الذي يكون سامحا في البيع، سمح الشراء، سمح مصدر الظاهر بمعنى السامح فاعل، فسمح الشراء، سمح القضاء. أيضا في الشراء أيضا لا يكون يعني سيء الخلق من الطرفين، قد يقول: هذا ما يسوى كذا وما يسوى، يعني يعنفه ويقول: أنت ما تستحي طبيب كذا. لابد أن يكون بالمفاهمة أخذا وأطاعا. سمح القضاء أيضا إذا قضى، فمثل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما عاتى،
فهذا مما يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث أيضا صحيح في هذا عند النسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبايعا وقاضيا ومقتضيا. فالسهل بدل مقابل الحزن الذي يكون، كما قال مسيب بن حزن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: غير اسمك. قال: سمان لا أغير اسمي الذي سمتني به أمي. فيقول سيد المسيب: لا زالت الحزونة فينا. فيكون الإنسان غليظا غليظ الطبع، هذا ليس من خلق المسلم، ينبغي أن يكون سهلا نعم، ولكن في بعض الأحيان لابد أن يكون يغضب عند الحاجة، لا يكون دائما يكون مع الإخوان يعني غضبان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب وينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله، فما كانت تقوم له قائمة. فبذلك على كل حال ينبغي للإنسان أن يكون في الحقيقة، وخاصة المسلم أخو المسلم، ينبغي أن يكون باسم الإسلام فقط، ينبغي أن يقدم له كل خلق طيب. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عباس الدوري. عباس قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد سماه غريبا، وفي الحقيقة لأجل كأنه شك في سماء الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ما دام له متابعات وشواهد، لأن الترمذي إذا أطلق الغريب فقط بدون ذكر حسن أو بدون ذكر صحيح فيشير إلى ضعف في الإسناد، لكن إذا كان هذا فيه ضعف في الإسناد فقد تابعه وله شواهد أخرى تقوي هذه الرواية فهي صحيحة إن شاء الله. نعم. قال يا أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، فيكون في الحقيقة تابعا ومتابعا له، وليس لا يقال إن يونس بن يزيد الأيلي يكون قد توهم فبدل سعيد المقبري ذكر حسن البصري، لا، لأن يونس بن يزيد الأيلي كثير الشيوخ أيضا، وأبو هريرة رضي الله عنه قد أدركه الحسن البصري، كذلك سيدنا المقبري رواياته الكثيرة في الكتب الستة. نعم، ما أسمى ولا شيء، سبحان الله. إيش يقول لك؟ يونس بن عبيد، يونس بن عبيد عن الحسن، ويونس بن عبيد معروف من الثقات المعروفين. نعم، يونس بن عبيد، ليس يونس بن يزيد، هو متأخر طبقة سيما. نعم. فعلى كل حال إذا كانت شبهة في تدليس الحسن عن أبي هريرة فقد تابعه سيدنا المقبري، وكذلك الشاهد له مضى بنا عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك حديث عثمان عند النسائي وهو حديث حسن أو صحيح. ثم قال: حدثنا عباس الدوري. عباس بن محمد الدوري هذا من أعظم تلاميذ ابن معين رحمه الله، وله عنه تاريخ تاريخ ابن معين في مجلدات ثلاث. قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء. عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف مشهور، صدوق ربما وهم، هكذا يقول ربما وهم. قال: أخبرنا إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق من الثقات المعروفين، زيد ابن عطاء ابن السائب. زيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يجرحه أحد، ولذلك قالوا أن هذا أيضا يتقوى بما قبله ويكون صحيحا لغيره أو حسنا لغيره. زيد بن عطاء أطاي بن السائب الكوفي الثقفي مقبول، عن محمد المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. فقلنا أن عطاء الخفاف إن كان ربما وهم فلم يهم في هذه الرواية، فقد جاءت الرواية مثل هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الآخرين أيضا. كذلك زيد بن عطاء إن كان مقبولا إن توبع
وقد توبئ هنا ووفق بما روى، فيكون حديثه حسنا لغيره، والحديث بطرق كثيرة يكون صحيحا كما ذكروا. ففيه حثنا على كل حال وترغيب في أن يكون الإنسان سهلا في بيعه وسهلا في شرائه وسهلا في جميع تعامله، إلا إذا اقتضى هناك الغلظة واقتضى الغضب، لأن الإنسان لابد أن يكون في بعض الأحيان تأتيه مواقف إن لم يغضب ربما يضره، ولذلك الغضب هو الذي يجعل الولد تضربه إذا بلغ عشرا ولم يصلي. كذلك الزوجة جاز له، لكنه مع ذلك إذا استبدل موضع الغضب بالتفاهم أو باللين، فربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء الرفق في شيء إلا زانه، حتى في موضع الغضب أيضا. باب النهي عن البيع في المسجد. قال: حدثنا المسجد بني لذكر الله تبارك وتعالى، أما البيع والشراء فلم يبنى لهذا المسجد. قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب، يعني صحيح من بعض الطرق حسن لغيره كما قال، وغريب من هذا الوجه، من هذا الوجه وهو أنه عن زيد بن عتاة لم يروى، الظاهر عن جابر لم يروى إلا بهذا الطريق، فغريب، لكن ليس غريبا في المتن، في الإسناد عن جابر ومثله عن عثمان ومثله عن ابن عباس ومثله عن فلان، فيكون صحيحا من عدة طرق. نعم. ثم قال: باب النهي عن البيع في المسجد. قال: حدثنا علي بن حسن بن علي الخلال أنه قال: حدثنا عارم. عارم هذا لقب له، كان لعرامة في خلقه، قالوا كان لعرامة في خلقه وشدة، اسمه محمد بن الفضل عارم السدوسي، محمد بن الفضل عارم. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، من يكون هذا؟ الدراوردي. قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة وهو ثقة عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان العامري القرشي من الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، أي يبحث عن ضالة، ضالة أي شيء ضلت قد يعم، أو المقصود منها ضالة الإبل أو ضالة الغنم كما جاء في الحديث، نعم، فيبحث عن ضالة، يسأل عن غنمه، يسأل عن إبله أو جمله أو أي شيء ضل، والله أعلم، فقولوا: لا رد الله عليك، هذا كأنه جزاؤه، لأنه وهذا لا يقال يعني إلا إذا كان علم، قد يكون الجاهل يعلم لا يعرف المسألة، فإذا كان يعني بالفعل بعد علمه يتعنت على أمر الله تبارك وتعالى، فحق أن يقال له: لا رد الله عليك ما تنشده وما تبحثه. فهذا الحديث دليل واضح جدا على أنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد. نعم. ومعلوم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون أنكحة، وكانت تكون هناك يعني الصلح، وكان القضاء، أشياء كثيرة جدا، لكن البيع والشراء ما كان يحصل، ولذلك وخاصة البيع والشراء ربما يكون إذا سمح ربما دخل الإنسان أو أدخل الإنسان متاعه فيها، هذا أسوأ، لكن بدون إدخال متاعه في المسجد لو كان يتبايع ويتكلم في البيع والشراء فهذا لا يجوز. وجاء في بعض الروايات إن المساجد لم تبنى لهذا، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، إنما المساجد لذكر الله تعالى أو لإقامة دين الله، للتدريس وللمذاكرة، مذاكرة العلم، مذاكرة القرآن الكريم وكذلك الحديث، وهذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
والمسجد ما لم يكن يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فلا يجوز أن يستعمل في شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد. نعم. كذلك المسجد كان حتى يلعبوا فيه كانوا يلعبون بالحراب وغيرها تدريبا لمسائل تدريبا لأسلحة الحرب وكذا، هذه كلها جاز في المسجد. أما البيع والشراء فهذه من الأمور التي تخص للدنيا خاصة، ويلهي الناس إذا أذن لهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ربما تقام الصلاة والاثنان مشتركان مشغولان في البيع والشراء. ولذلك ينبغي ألا أن يمنى بشدة إذا سمع من إنسان أنه يتكلم بمثل هذا. نعم. إلى هنا انتهى كتاب البيوع. ثم جاء كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحكام في الحقيقة هناك أحكام الحكم، الأحكام التكليفية الذي يقولون الأحكام التكليفية في الاصطلاحات الفقه المتأخرين، فالواجب والواجب والفرض واحد، وكذلك السنة مستحب والمكروه والحرام وغيرها، هذه أحكام. لكن هنا الظاهر الأحاديث التي أدخلها الإمام الترمذي في هذا الكتاب كلها ما يتعلق بالحكم بمعنى القضاء في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف بين اثنين يقضى قضاء، فالحكم بمعنى القضاء. كتاب الأحكام أي حكم الأقضية، أو كتاب الأقضية، أقول هكذا، كتاب الأقضية. في شيء باقي؟ أي. قال أبو إيسى هذا حديث، أي نعم، حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. كرهوا البيع والشراء في المسجد، وقول أحمد وإسحاق، وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. هو في الحقيقة لو ذهبت تبحث فتجد الخلاف في ذات الله عز وجل معروف. ولذلك الناس يختلفون في كل شيء. هل يجوز أن يختلف في مسألة شدد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة لا رد الله عليك، كذلك المساجد لم تبنى لهذا، ما ذلك يقال أنه يجوز البيع والشراء إن كان أحد؟ ولذلك الفقه الصحيح في الحقيقة ينبغي ألا يعارض بأقوال العلماء. إذا جاء الحديث، حديث واضح جدا، نعم أذكر لنا حديثا يكون حصل فيه بيع وشراء، شراء في أهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل حتى بعد خلفاء الراشدين، في زمن الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الراشدون إذا فعلوا شيئا فنحن مأمورين باتباع، نحن مأمورون باتباع ما جاء عنهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لا تجد أبدا هذا الشيء. ولذلك قد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد، هذا شيء في الحقيقة. يقول المشارح هنا لم أقف على دليل يدل على الرخصة، ما دام لا يوجد دليل فالقول الذي نسب إلى بعضهم ربما يكون نسبة فقط، والنسب أو نسبة الأقوال إلى الأئمة قد جاءت في يعني مسائل عظيمة، لو ذهبت تبحث لا تجد إسنادا صحيحا عن الأئمة. فعلى كل حال قولا واحدا لا يجوز البيع والشراء في المسجد، وإن جاء قول بعض الناس يكون قد أجاز فهذا لا يلتفت إليه كما يقول العلماء رحمة الله عليهم في مثل هذا. ثم بعد ذلك قلنا الحكم هنا بمعنى القضاء، كتاب الأحكام أي كتاب الأقضية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الأقضية بهذا الاسم كان ابن طلاء المالكي رحمه الله له كتاب، كتاب الأقضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طبع هذا الكتاب منذ مدة، وكنا نقرأ بها في مكتبة الحرم المكي، فكان أحد من الإخوة يعني في الماجستير كنا ندرس، فأنا نسخت جزء كبير منها أعطيته وهو عمل فيها ماجستير، وهو طبع منذ أكثر من 30 سنة الكتاب، أقضية رسول الله محمد العازمي الذي هو كان يدرس بمباد في جامعة الإسلامية. نعم.
الذي له كتاب الجامع الصحيح، ما كذا رأيتم جامع الصحيح الكامل، هكذا سماه. الحاصل على كل حال أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك يعني كتب حتى ابن القيم رحمه الله قد اعتنى بأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في كتابه الطرق الحكمية، وهذا الكتاب عجيب جدا، يجب على كل قاض أن يقرأ هذا الكتاب ثم يجلس للقضاء، لأنه يعطي معاني كبيرة جدا في مسائل كثيرة. الآن حينما نقرأ البينة على المدعي واليمين على المنكر، قالوا شاهداك أو يمينك، فالشاهد ليس البينة. ابن القيم رحمه الله ذكر أمثلة، قال البينة ليس شاهد اثنين أو أشرة أو كذا، كل شيء يبين الحكم فهو بينة. الآن في الحقيقة هذا المعنى يستعمل بشكل أوسع جدا في مسائل القتل وغيرها، لا يكون أحد رأى، لكنه حتى الكلب قد يكون يهدي إلى البينة. سبحان الله، الكلاب البوليسية هذه ثم بعد ذلك يجدون أشياء يمسكون على المتهم، بعد هذا كله يعترف وأنه هو كذا. فكل شيء يبين، ولذلك الحديث جاء فيه البينة على المدعي، أي شيء يبين، ليس ينحصر في شاهدين أو شاهد ومرأتان ممن ترضون من الشهادة، أي شيء يبين. قرائن هذه إذا أحاطت بشيء فهي بينة. فالحاصل على كل حال، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. قال حدثنا محمد بن العلاء هو الصنعاني المعروف، قال حدثنا المعتمر ابن سليمان التيمي، قال حدثنا، قال سمعت عبد الملك، وهو عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب. عبد الله بن موهب هو كان قاضي فلسطين لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثقة، لكنه جاء فيه بس إنما جاءت بعض رواياته عن تميم الداري، قالوا لم يسمع من تميم الداري، لكن عثمان رضي الله عنه قد أدركه. نعم، هنا عبد الملك هو ابن أبي جميلة، قال سمعت عبد الملك هو ابن أبي جميلة، ملك ابن عبد الملك ابن أبي جميلة مجهول، والمجهول روايته إذا كان مدار الرواية عليه تكون ضعيفة. يحدث عن عبد الله بن موهب وهو ثقة أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فقض بين الناس. عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال لابن عمر: اذهب فقض بين الناس. قال: أوى تعافيني، يعني تعافيني عن القضاء يا أمير المؤمنين. قال: فما تكره من ذلك، أي شيء تكره من القضاء، وقد كان أبوك أي عمر يقضي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب به كفافا، فما أرجو بعد ذلك. يعني يكفي أنه يرجع كفافا لا له ولا عليه، هذه غنيمة، لكنه هذا التعبير من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب كفافا، يدل على أن القاضي قد يكون عليه إثم كبير إذا قضى خطأ. هذا الحديث ضعفوه لأن مداره على عبد الملك ابن أبي جميلة مجهول، وهناك آثار النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قضى، هذا يدل على فضيلة القضاء إذا كان الإنسان يقضي بالحق ولا يشطط، فهذا مطلوب. لو لم يكن يقضى بين الناس لكان هناك تراق الدماء وتهتك الأعراض وغيرها، فالقضاء من الأمور المهمة لا شك فيها، ولذلك من فضيلة القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها، ثم ولاه صلى الله عليه وسلم معاذ وغيرهم من الأئمة من الصحابة الكرام ثم الأئمة رحمة الله عليهم. نعم، هناك من كان يهرب لا شك فيه وكان يخاف، فإذا كان عوفيا فقد من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه لا شك فيه، لكن إذا كان من قبل ولي الأمر وهو معروف وله صوت في ناس أو في شهرة في الناس أن هذا يعرف القضاء، فلا ينبغي أن يترك إذا ولاه أمير المؤمنين. نعم، إذا ولاه أمير المؤمنين. ففي هذه الحالة، وإذا تأتي هناك وقائع
يقولون إن أبا حنيفة رحمه الله قد عرض عليه القضاء فأنكر، وأبو يوسف عرض عليه فصار قاضي القضاة، أبو يوسف تلميذه، قالوا لما جيء به، هذه قصة يذكرون هكذا، قالوا جيء به إلى أمير المؤمنين من هو كان، فقال له تولى القضاء، قال لا أعرف القضاء، قال أنت تكذب، قال قد حكمت علي بأني لا أصله للقضاء لأني أكذب، فغلب عليه الإمام يقولون. على كل حال، فيعني إذا كان الإنسان يجد في نفسه قوة ينبغي ألا يتخلف عنه، لكن إذا كان واحد ضعيف يخاف أو كذا فحق له أن يعتذر. نعم. قال وفي الحديث قصة، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب. أغريب هو إذا أطلق قلنا أنه يشير إلى ضعفه، وليس إسناده عندي بمتصل. وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة وهو مجهول. ثم يقول هنا لكن هناك روايات أيضا جاءت في الباب عن أبي هريرة، في هذا الباب أحاديث ذكره المنذري في الترغيب وحديث ابن عمر، وأخرجه يعني ابن إبان في صحيحه في باب التحرس أو الابتعاد عن القضاء، لكنه بالحقيقة الأحاديث الذي جاءت ليست هي صحيحة في الامتناع عن القضاء، إنما تأتي المسألة في الامتناع على مسألة نفسية الإنسان وعلى عدم جرأته وعدم قوته، له الحق أن يكون يبتعد، لأن هناك أحاديث صحيحة قد تخوف القضاء أو تخوف عن القضاء إذا أخطأ أو إذا علم ثم دار مدارات، وهو إنسان قد يكون له جار، قد يكون له قريب، قد يكون له، قد تزل قدمه فيكون لا شك أنه يكون سببا للإثم العظيم، ولذلك جاز له أن يعتذر، يكون أفضل في مثل هذا إذا لم يجد قوة النفس. قال حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال حدثنا هو محمد بن إسماعيل من هو؟ الإمام البخاري رحمه الله شيخ الأئمة. قال حدثني الحسن بن بشر أنه قال حدثنا الشريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف في اللفظ، كان قاضي، شريك ابن عبد الله النخعي كان قاضيا، وقالوا في ترجمته ضعف حفظه منذ تولى القضاء، هذا يدل على أن القضاء لا شك فيه أنه فيه جهد كثير، إذا كان الإنسان يودي حقه ربما تأتي مسائل ويقلب الأوراق ويقلب الكتب طول ليالي عدة ليالي وبعد ذلك يبعث يجد المسألة، ولذلك يعني الشريك ابن عبد الله النخعي أوصف بأنه ساء حفظه منذ تولى القضاء، كان قاضي. عن العامش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق فعلم الحق فعلم ذاك فذاك في النار، يعني علم الحق ما ذلك قضى بغير الحق فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار، لأنه إن لم يكن يعلم فلا حق ولا استقام أن يجلس للقضاء، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. وهذا الحديث له شواهد، ولذلك صحه لأجل الشواهد يعني ثلاثة وأربعة ذكروا. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العالى وهو الصنعاني عن بلال ابن أبي موسى وهو أيضا بلال ابن مرداس، أبو موسى هو مرداس، بلال ابن مرداس مقبول لم يوثقه إلا ابن حبان وهو من التابعين، فقالوا أنه يحسن حديثه. أنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء أكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا يسدده. هذا الحديث لأجل مقبول هذا ضعفوه، لكنه المنذري يحسنه على أنه أنس بن مالك
وحس بلال بن مرداس وثقه ابن حبان وهو تابعي. وجاء في الحديث أيضا في حديث آخر أنه من سأل الإمارة يعني قريبا من هذا فإنك إن سألتها أكلت إلى نفسها إلى نفسك، وإذا أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. فقريبا من هذا والله أعلم. وأيضا أحاديث أخرى جالوا له شواهد فصحها في إرواي الغليل، له عدة، الشيخ الألباني ذكر عدة شواهد فصح هذا الحديث أن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، الذي علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وهذا يدل على فضيلة القضاء. ورجل قضى بالجهل فهو في النار، لأن الجهل لا يجيز له أن يجلس للقضاء لأجل الجهل. كذلك الأفتى، من أفتى بغير علم فقد ذبح بغير سكين، أو من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، جاءت الرواية هذه. فأيضا يعني ينبغي للإنسان أن يكون لا يراعي قرابة ولا يداري أحدا في القضاء. ولذلك لما يذكرون آداب القاضي، فمهما كان الإنسان لابد أن يكون يجلس بهيبته وهيئته الحسنة وهيبته، وقالوا حتى لا يضحك في وجه أحد، سبحان الله. كذلك حتى لو جاء أمير المؤمنين يقيمه مع خصمه، وهذا حصل في كتاب أخبار القضاة. وكي بن خلف ذكر أن علي رضي الله عنه أن يهوديا سرق درع علي رضي الله عنه ورآه، فلما قام هناك فجاء وأقامه معه، أقام علي رضي الله عنه، قال لليهودي، قال لعلي رضي الله عنه: تدعي أنه سرق، أين الشاهد؟ فقال: ابني الحسن. قال: الابن لا أقبل شهادته. قال: ويلك، سيد شباب الجنة لا تقبل شهادته؟ قال: لا أقبل شهادته. ثم أخيرا قضى لليهودي. فلما خرج اليهودي من هناك فتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: إن في الحقيقة يعني أنا سرقت، وتاب إلى علي رضي الله عنه وتاب إلى شريح، وبالفعل وأسلم من جديد. فالحاصل على كل حال مثل هذا يحصل، وفي القاضي يقولون أنه لا يقضي وهو غضبان لا يقضي كذا، هذه الشروط كلها لأجل أن يصيب الحق، لأن المسألة القضاء بين اثنين، قد يكون بين في الفروج وفي الأموال وفي الحقوق وفي الأعراض وغيرها. ولذلك ينبغي أن يكون متقيا الله عز وجل، ويكون على علم وعلى بصيرة. ومعروف أن القضاة في القديم الزمان قالوا أنه إذا جاء، وهذا موجود حتى الآن، القاضي إذا كان قاضي مستعجلة والمسألة واضحة، وإلا يحيلون في اليوم الثاني من قديم الزمان حتى ينظر المسألة من جميع جهاتها، ثم يأتي وببصيرة يقضي بينهم. أما الاستعجال في هذه المسائل فبذلك، وحتى هنا يحصل هذا كثير، يعني تعجيل المجالس، تأجيل، يؤجلون حتى يتحروا تحريا شديدا لأجل أهمية القضاء. على كل حال، ثم قال هنا: من سأل القضاء، قال هذا أنا ضعيف، لكنه في الحقيقة له معنى صحيح إن شاء الله. إذا كان سأل القضاء وكل إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة: إنك إن سألتها أكلت إلى نفسك، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. فقريب من هذا المعنى، وإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. يقول: أكل إلى نفسه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. من يكون هذا؟ الإمام الدارمي رحمه الله الخراساني. قال: أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد العالى الثالبي عن بلال بن مرداس هو الذي مضى بنا، عن خيثم هو البصري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء أكل إلى نفسه،
ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. فالحديث مدار الحديث في الإسنادين إلى بلال ابن أبي موسى وبلال ابن مرداس، وهو ضعيف لأجل مداره على الضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد العالى، وهو أصح من حديث إسرائيل. حديث إسرائيل فيه أن بلال بن مرداس أن أنس رأسا، وهنا يقول بلال بن مرداس أن خيثمة أن أنس، ويقول هذا هو الأقرب، لأن بلال طبقته لا يحتمل، لا تحتمل أن يكون سمع من أنس، ولذلك من أول قال أنه فيه إنام حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد العالى بواسطة خيثمة بين بلال بن مرداس وعن أنس. وما دام مدار الحديث على بلال بن مرداس فيكون ضعيفا على كل حال. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال حدثنا فضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو، هو عمرو بن ميسرة مولى المطلب، أبو عمرو هو ميسرة مولى المطلب، ثقة. عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة الدرب المعروف أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء، ولي أو أولي، كلاهما ولي أو أولي أو جعل قاضيا، فيكون أفضل أن تقرأ من ولي القضاء أو جعل أي أولي قاضيا. ولي القضاء هل يلي بنفسه؟ يعني من الممكن أن يكون هناك ناس لا يكون بينهم أحد فيحكم بينهم ويجعل نفسه حكما وقاضيا، ربما يحصل هذا. من ولي القضاء أو جعل قاضيا أي من قبل ولي الأمر فقد ذبح بغير سكين، يعني هو هذا مثل ذبح بغير سكين. الإنسان إذا ذبح بالسكين فيذبح بسرعة ويستريح، أما بغير سكين إذا ذبح الحجر إذا كان على الغنم وكذا، ولذلك أمرنا أن نحد الشفرة حتى نريحها. فمعناه أنه قد ابتلي ببلاء شديد وبأمر شديد عليه، فلا بد أن يستعد لنفسه ويستعين بالله عز وجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطي. قال: حدثنا الحسين ابن مهدي، حسين ابن مهدي ابن مالك الوبلي وهو ثقة، قال أنه قال: حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام الصنعاني صاحب المصنف أنه قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن سفيان وهو الثوري، سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن يعني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. يعني إذا كان هو حاكما وعنده علم معروف وأولي أو ولي الحكم فبعد بذل الجهد أخطأ فلا يضيع الله أجر من أحسن عمله، فلا يقدر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيكون قد بذل جهده في معرفة الحق لكنه لم يصب الحق، أخطأه الحق أو أخطأ الحق، مع ذلك له أجر واحد. وهذه المسألة أيضا يسحبونه على الفتوى، إذا أفتى الإنسان بعد بذل الجهد وبعد النذر في الأدلة وغيرها، فإذا أخطأ فله أجر واحد على الأقل، وإذا أصاب فله أجران، وهذا حكم أئمتنا رحمة الله عليهم. ولا حق أن يتكلم الإنسان على الأئمة الأربعة إذا كانوا أخطأوا، إذا كانوا أخطأوا ربما لا يتحمل هذه الكلمة بعضهم، يقول الأئمة يخطئون، هكذا يقول الأئمة يخطئون. نعم، هم ليسوا معصومين وليسوا ملائكة، إنما هم بشر فلذلك يخطئون، لكن لهم أجورهم عند الله. أما عامة الناس الذي لا يعلم القضاء ولا لم يعرف بالعلم
فإذا جلس فقد أخطأ في جلوسه ويكون هو من الذين يقال إنه من أصحاب النار ولو أصاب الحق. قالوا ولو أصاب الحق، لأن هذا يجرئه أن يستمر في القضاء وربما يكون يخطي كثيرا فلا يقبل منه. فإذا حكم الحاكم فاجتهد، الشرط أن يكون يجتهد، ومعناه أن القاضي ينبغي أن يكون مجتهدا. هذه المسألة في الحقيقة أن مجتهدا بمعنى أنه يكون، ما معنى اجتهاد وشروط الاجتهاد التي يذكرها أصحاب أصول الفقه في المذاهب الأربعة؟ في الحقيقة لم يوجد في الدنيا مثله على هذا الشرط قاض كما قال بعض العلماء. فكان اجتهاده في الحقيقة على قدر ما علم وعلى قدر ما يكون بلغ من العلم في العرف، أن هذا آخر درجة يكون فرغ من مشايخهم وكذا وكذا، فله حقا يجتهد يبحث عن الأدلة ويبحث عن أقوال العلماء وفهم الحديث وفهم السنة وكذا وكذا، ففي هذه الحالة هو مجتهد إن شاء الله. أما على شروطه أن يكون حافظا مستحضرا لآيات الأحكام ولأحاديث الأحكام، وكذلك يكون عالما بالعلل وكذا أشياء، قد يكون هذا كما قال الشوكاني رحمه الله لم يوجد في دهر من الدهور أي قاض على هذا الشرط، حتى أنه بعضهم قال حتى الصحابة لم يكونوا على هذا الشرط منهم. ولذلك جاءت مسألة التقليد، هم أغلقوا باب، لأنه ما يوجد على هذه الأوصاف، هذا أغلقوا باب التقليد، ولما أغلقوا باب التقليد أوجبوا تقليد أحد الأئمة، ومن الأئمة من يكون تابعا لهذا حتى لو كان من عامة الناس، إذا تكلم بكلمة صارت مسألة من مسألة المذاهب، وهذا وارد في الحقيقة. نعم، محمد بن يوسف أو يوسف بن تاشكين أو كذا، نعم يوسف بن تاشكين، في الجزء الأخير ميزان الاعتدال يذكر الذهبي قال الشامي الحمصي كان قاضيا بالشام مبتدعا، كان يقول قاضي لابد أن يكون مجتهد عندهم، مجتهد المذهب على الأقل، فكان مجتهدا، يقول لو كان لي من الأمر شيء لضربت الجزية على الشافعية. يقول يوسف بن كذا البلاساغوني الحنفي كان مبتدعا، كان يقول لو كان لي أمر لضربت الجزية على الشافعية، الجزية على الكفار ولا على المسلمين؟ فالمسائل هذه صعبة جدا، حصل التناحر بين أصحاب المذاهب. فنريد على كل حال أن طلبة يحترموا على إما كلهم ولا يتكلموا عليهم فيهم بشيء، لكن إذا أخطأوا لا يجوز لأحد أن يأخذ قول أحد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قول رسول الله. لكن أصحاب المذاهب، ابن القيم لو قرأ الإنسان يعني يزيده إيمانا لا إيمان. في الحقيقة إعلام الموقعين كتاب عجيب جدا، لا يفوتكم أيها الإخوة، اقرأوها، وهو المسك ما كررته يتضوعه. نعم، ففي الجزء الثالث أظن سرد من كل المذاهب أنهم خرقوا كل الأصول، أصولهم خرقوا، أن خبر الواحد مثلا، خبر الواحد لا يقبل في إذا كان زيادة على القرآن أو كذا وكذا. قال أنتم تقولون هنا وفي مذاهبكم هذه موجودة وتقضون بها، كم من المسائل زيادة على كتاب الله تعالى وأنتم تقضون به. وسرد سرد كذلك أثبت عليهم مخالفة أحاديث صحيحة كثيرة. فينبغي على كل حال أن يكون الطالب مخلصا لدين الله، للدين الله الخالص، بحيث يجعل نصب عينه كتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة على ما كان عليه الصحابة وعلى ما كان عليه الأئمة رحمة الله عليهم. فإذا جاء الأمر إلى المتأخرين، الإمام أحمد رحمه الله من ورعه يقول أقضي بكتاب الله وبسنة رسول الله وبأقوال الصحابة اجتماعا أو انفرادا، كذلك إذا وجدت قول التابعين فأختار منهم من يكون أقرب. أما إذا جاء بعده فيجتهد الإنسان. فالحاصل على كل حال لا يجوز لأحد أن يقول أنا مذهبي كذا والإمام لم يأخذ بهذا الحديث فلا يجب علي أخذ هذا الحديث، وهذا قد قال به ناس بكل صفاقة وجه
وفي كتبهم موجود هذا، والله المستعان. لا نقول هؤلاء مرضى، إذا رأيتم مريضا أو إذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه. نعم، هذا مرض يا أخي. الأصل أنك خلقت لطاعة الله ولعبادة الله ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فلذلك ولكن لابد أن نحترم الأئمة، ولا يجوز لأحد أن يتكلم بشيء أو بسوء على الأئمة. نعم. ثم بعد ذلك هنا كان يعني الشيخ شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، كان سبحان الله يعني شديد في المسألة هذه، درسنا عليه كثير، وكان على السنة في كل شيء. جاء واحد يسأله قال أعطيني مسألة على المذهب المالكي، على المذهب المالكي. قال الشيخ أنا ما أعرف المذهب إلا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء أبعد المذهب. خرج هذا المالكي، هذا المالكي كان شنقيطي أو كذا، قال آتني المسألة، قال خذ المسألة على السنة لا تأخذ على المذهب. كان يقول الشيخ أنا ما أعرف المذهب إلا ما جاء في حديث رسول الله كان إذا أراد الخلاء أبعد المذهب. فالشيخ جزاه الله خير كان يربي الطلبة على هذا، أنه في الحقيقة وهو الواجب المسلمين في تعصبهم بالتقليد. ما كانوا يصلون 8 قرون في بيت الله تعالى؟ كذلك وقائع كثيرة أنا ذكرت في كتابي التقليد وحكم التقليد وحكمه في ضوء الكتاب والسنة، ذكرت فيه مساوي التقليد، من جملتها هذه هي المقاتلات التي حصلت، قتل بعضهم وهدمت البيوت لأجل المذهب، ومقاتلة الشافعية مع الحنفية، ومقاتلة المالكية وطرد المالكية لبقي بن مخلد وغيرهم وغيرهم. فينبغي أن يكون المسلمون كلهم على اعتصام بالكتاب والسنة فقط منذ تركوا. نعم. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. هذا اللحظة. قال وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن مامر عن سفيان. يقول هنا قال باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي. أبو عون هو محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي. عن الحارث بن عمرو وهو الباهلي مجهول عن رجال من أصحاب معاذ. هنا هذه هي المشكلة في هذا الحديث، عن رجال من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي. قال وفي رواية أخرى أجتهد رأيي ولا آله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى هنا. وجاء في رواية أخرى وفق رسول الله بما يرضي رسول الله. فهنا في الحقيقة الرجال ثقات، أو إلا أن هناك مقبول بمعنى لم يثق إلا ابن حبان، عن رجال من أصحاب معاذ. قالوا هؤلاء مجهولون. هنا جاءت المسألة في الحقيقة الخلاف في التصحيح والتضعيف. قالوا رجال من أصحاب معاذ، هي مسألة إذا انحسر الرواة عن معاذ رضي الله عنه فوجد فيهم ضعاف، وجد فيهم ثقات رجال من أصحاب معاذ، فيكون تكون المسألة صعبة في التصحيح والتضعيف. لكن إذا انحسر أن أصحاب معاذ كلهم ثقات ففي هذه الحالة يكون إن شاء الله لا يكون علة في تضعيف الحديث، إلا إذا كان حارث بن عمرو وهو الباهلي الذي هو لم يوثق إلا عن ابن حبان. تعرفون أنه لا يوثق إلا وهو يوثق المجاهيل، والأئمة كلهم يضعفون.
فيكون صوب ضعف الحديث على كل حال، إما أن يكون الباهلي وهو الحارث بن عمرو، أو قل أصحاب معاذ، جماعة جماعة، لكن إذا كان فيهم ضعاف أيضا فيأتي الخلل، ربما يكون من الضعاف الذين رووا. فمن هنا قالوا إن هؤلاء مبهمين، والمبهم حكمه مجهول، والمجهول حديثه يكون ضعيفا. ثانيا قالوا إنما نهى منكر أيضا، من جملة أسباب الرد قالوا إنه منكر، قال بما بعث معاذ لمن، فقال بماذا تقضي؟ قال أقضي بما في كتاب الله، قال فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله. قالوا هذا المعنى ليس بالصحيح، لأن كتاب الله لا يفهم بسنة رسول الله، فإذا ينبغي للإنسان يقول أقضي بكتاب الله وسنة رسول الله مختصر، بحيث إن كتاب الله تبينه سنة رسول الله. وقالوا هذا فيه نكارة، وأنه جعل كتاب الله كما قالوا هؤلاء، وبالفعل كان سببا لضلال كثير من الناس الذين قالوا إذا وجدت المسألة في كتاب الله تعالى لا يؤخذ الحديث. وهناك ناس يعني فتحوا باب الإنكار السنة مطلقا على هذا، قالوا الحديث خبر واحد وفيه ظن الخطأ وظن الصواب إلى آخره، ولا إما ردوا قالوا لا، الحديث لا بد أن يكون مع القرآن وليس القرآن وحده، لأنه إذا جاءت مسائل ربما تكون الآية تفسر الآن نفسه مسألة، الآن أحل لكم ما حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم، في الأخير ماذا؟ أحل لكم ما وراء ذلكم. فهل يكون هذا العموم يقضي على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؟ قالوا لا. لما ضاق عليهم المسالك في هذا وضاقت الحجة قالوا هذا من الأحاديث المشهورة، والحديث المشهور يجوز به تخصيص أو نسخ الآية. هذه في الحقيقة تعليلاتهم، لكنه ينبغي أن يقال إن خبر الواحد حجة في العقيدة وحجة في الأحكام، وكتاب الله لا يفهم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. نعم. إذا ثبت سند هذا هو الصحيح الذي كان عليه، وهذا القول بدعة. قالوا خبر الواحد لا يقبل في العقيدة، هكذا قالوا، ولذلك أنكروا عذاب القبر. ما هو كذا الأئمة رحمة الله عليهم لما واجهوا من هؤلاء، وفيهم في الحقيقة نحمل هذه مسؤولية هذه القاعدة على أصحاب المذاهب أيضا. حنفية استعملوا كثيرا، المالكية استعملوا كثيرا هذا الشيء في وصولهم في مسائل كثيرة جدا، ولذلك خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص واحد يأتي ويخبر والله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فداروا وهم في الصلاة كما هم، شخص واحد يخبره، ما هو كذا؟ فكذلك إذا كان الإنسان ثقة ومعروف بالديانة وغيرها لماذا يكذب؟ نعم حققوا المسألة لا شك به، ولذلك الأئمة قاموا بجمع قواعد بحيث إن شاء الله إذا اتبع الإنسان فيجد الحديث الصحيح أو الضعيف وغيره، فإذا صح لا ينبغي رده لا في العقيدة لا في غيره. كذلك في بيان تفصيل المجمل من آيات الله بالسنة، وكذلك تقييد العام وتخصيص العام، كل هذا قبل به الأئمة الشافعي وغيرهم. نعم. على كل حال، فإذا هذا الحديث ضعفه. ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين قال أصحاب معاذ ثقات معروفون، هكذا قال، أصحاب معاذ كلهم وإن كانوا مبهمين. هناك قرائن قد تكون، مثلا هذا الذي مضى بنا الذي كان قاضيا، عبد الله بن موهب الشامي أبو خالد قاضي فلسطين لعمر بن عبد العزيز، هذا معروف بالثقة، لكن فرضنا أنه لم يعرف عن حاله، لكن عرفنا باليقين أنه كان قاضيا، قاضيا في زمن عمر بن الخطاب، قاضيا في زمن
عثمان قاضيا في زمن علي رضي الله عنه. أذن القضاة في تلك الأيام ما كانوا يعينون إلا أن يكون معروفا بالصلاة والتقوى والعلم والفضل. فهذه قرائن تدل على ثقة الراوي مثل هذه القرائن إذا وجد. لكن ابن القيم رحمه الله قال أصحاب معاذ كلهم ثقات وهم مجتمعون فيقوي بعضهم بعضا الحديث يكون حسنا. لكن ماذا يفعل المدار على الحديث على الحارث ابن عمرو الباهلي وهو مجهول وإذا توبى فيكون مقبولا فلم يتعب على هذا على كل حال. فلذلك ضعفه بعض العلماء وصححه بعضهم والأصل فيه هو إلا ما جاء فيه فإن لم يكن في كتاب الله يعني يكون كتاب الله وسنة رسول الله فإن لم يكن في سنة رسول الله أجتهد رأي ولا آل لا بأس فيها في هذا. في الحقيقة هذا الحد صحيح وكان على هذا قضاء رسول الله قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء الخلفاء الراشدين وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ينبغي أن يكون من أصل وصول الفقه أيضا الأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين أولا أو الصحابة عامة. لأن ابن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يحيى بن الضريس جاء قال جئت إلى من هو إلى سفيان الثوري فقلت ماذا تنقم على أبي حنيفة رحمه الله قال وما له قال سمعته يقول أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد فبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعد بقول فإن اختلفوا فآخذوا من شئت وأترك من شئت ولا أعد قولهم. فإذا جاء الأمر إلى إبراهيم النخعي وسيد المسيب والحسن البصري فأجتهد كما اجتهدوا فهم رجال وأنا منهم هكذا قال. فهذا هو أصل وصول الأئمة رحمة الله في الحقيقة وهذا هو الواجب أن يكون عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسول الله. ثم إن شاء الله قول الصحابة إذا أجمع الخلفاء الراشدين على شيء ما حق ولا استقام أعظم إجماع إذا كان حصل في زمن ما فهو يكون إجماع الصحابة خلفاء الراشدين ثم إجماع الصحابة عامة ثم فتاوى الصحابة وآثارها لها أهميتها في قضاء وفي العلم. يجب أن يكون الطالب ملما بفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإذا وجد يغمض عينه ويقضي إن شاء الله إذا لم يجد فيجتهد ولا يألو. هذا هو وصول فقه الأئمة رحمة الله عليهم عقيدة وعملا أحكاما في الحقيقة. نعم أما أصحاب المذاهب فقد عقوا عقوقا عن الأئمة بالفعل ما أخذوا هذا الأصل وذهبوا على أنه إمامنا وإمامكم كتابنا وكتابكم وعلماؤنا وعلماؤكم وهكذا وكلهم علماء الإسلام وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي عن الحارث ابن أخي للمغيرة ابن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ. هناك عن أناس عن أصحاب معاذ وهنا عن أناس من أهل حمص عن معاذ. المسألة رجعت نفسها إلى إبهام أصحاب معاذ رضي الله عنه كانوا فيهم ضعاف كانوا فيهم ثقة فكيف يكون. ولذلك الذين ضعفوا لأجل هذا وفيه علتان إذا قلت أنه جهالة حال الحارث بن عمرو ثانيا جهالة أحوال أهل حمص الذين رووا عن معاذ رضي الله عنه. وذكرنا لكم أن ابن القيم رحمه الله يقوي الحديث ويقول ينبغي أن يكون هو الأصل في القضاء ذكره في إعلام الموقعين كذلك ذكره
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والتفصيل في هذا الحديث يمكن أن تنظروا في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني الرقم 881. نعم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. أبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. قال: باب ما جاء في الإمام العادل. قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن فضيل بن مرزوق نتي. اللهم صل على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن شاء الله الأسبوع القادم ربما أكون. ستكون إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء، يوم السبت نحضر إن شاء الله لصحيح البخاري، ويوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في الأسبوع القادم أنا نادوني طلبوني للدورة في دبي، رايح هناك إن شاء الله، وبعد وأرجع ليلة الأحد ويوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء الأسبوع بكامله إن شاء الله كلها يكون قراءة البخاري حتى ننتهي منه إن شاء الله. من يوم الأول من شهر جماد الأولى إلى 7 أو 8 وما بعدها إن شاء الله نقرأ صحيح البخاري حتى ننتهي منه إن شاء الله، ونستمر في سنن الترمذي. وإن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ما أكون، لكن السبت هذا نحضر إن شاء الله لصحيح البخاري، والأحد لأردو. يقول الأخ هنا: لماذا يبوب الترمذي على أحاديث لا يراها متصلة؟ تعرفون أن الأئمة كتبوا السنن بمعنى أحاديث الأحكام، ما يتعلق بالأحكام وليس بالعقيدة وغيرها، وإن كان يذكرون أحاديث ما يتعلق بالعقيدة، لكن أكثر قصدهم أنه أو أكبر قصدهم يذكرون أحاديث الأحكام، فيكون بعضهم استدل به، استدل وإن كان ضعيفا وهو ليس صحيحا، مع ذلك يوردون ويحكمون عليه بأنه صحيح أو ضعيف أو كذا. وهذا من حسن التأليف في الحقيقة، إذا ألفت تأليفا جيدا فتذكر المسألة، وإذا اشتهر شيء خلاف هذا فتذكره ردا عليه حتى لا يأتي الإشكال للقارئ، وهذا هو حسن العمل إن شاء الله. فقد أحسنوا رضي الله عنهم: إذا فقد الرجل ولده في الحرم هل يجوز له أن ينشد؟ هو ليس ضال إن شاء الله، لكنه ليس طريقته أنه يسيح به، يبحث وربما يذهب إلى المسؤولين إن شاء الله ويخبرهم على الأبواب وغيرها، لأن مسألة ليست لا يحتاج إلى التأني فيه، لأنه ربما يخرج الولد إلى الشارع ويضيع وكذا، فربما يذهب إلى المسؤولين، وهم في حينه ما شاء الله عندهم إمكانية أنهم يعمرون أصحاب الأبواب إذا جاء ولد من كذا وكذا وخرج. المكبر أيضا إنشاد، هذا إنشاد قوي، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنشاد سؤال بعضهم: يا إخوان رأيتم وهرفتم ولا كذا. فالآن لو كان حتى يسأل بدون مكبر وغيره أيضا يكون منهيا عنه، لكن الولد، مسألة الولد ينبغي أن تتكلموا مع المسؤولين، يعني هناك الظاهر موجودين الشرطة وهم يعممون، والناس الحمد لله ينجحون في مثل هذا. هل يوجد فرق بين إنشاد الضالة والإرشاد إلى الضالة؟ والإرشاد إلى الضالة، لا، إرشاد إلى الضالة بس إذا كان واحد يقول نسيت شيئا. الآن تذكر أنه في بعض الأحيان في المسجد يعلقون ساعة، ويعلقون لمن هذه الساعة يأخذها، هذه لا يكون منهيا عنه إن شاء الله. فالإرشاد إلى الضالة إذا كان ليس بصيحة مما يشوس على الناس لا يدخل فيه إن شاء الله، بل هذا تعاون للبر. إذا أخطأ القاضي فهل يجوز بعد تنفيذ الحكم أن يتراجع إذا تبين له أن حكمه؟ المسائل الحمد لله، يعني القضاة والدول في زمن القديم
ما كانوا يتركون أن القاضي قضى في ليلة ثم في الصباح ينفذ، هذا يذهب إلى التمييز وينظرون فيها يعني حتى يتحققوا وينظروا عدة أشخاص. صلى الله عليه وسلم.